بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي وبناتي، يسعدني اللقاء بكم اليوم تحت شعار الكويت تفخر، وذلك الاحتفال بما حققتموه من إنجازات رائعة في مجالات متعددة سعيتم فيها إلى رفع مكانة وطنكم الكويت عاليا. إن هذه الإنجازات المتميزة قد جاءت استجابة منكم لدعوتي لكم قبل 7 سنوات بتقديم توصياتكم واقتراحاتكم والمشاركة في قيادة مسيرة النهضة من خلال المشروع الوطني الكويت تسمع. وقد طلبت من الحكومة حينذاك العمل على دراسة وتنفيذ ما يمكن من هذه التوصيات لتلبية طموحاتكم وتطلعاتكم. أبنائي وبناتي، أوصيكم بالعمل على الاستمرار في المساهمة في مسيرة بناء الوطن، وأن تكونوا في طليعة هذه المسيرة، وذلك ببذل المزيد من الجهد والعطاء وتسخير طاقاتكم الإبداعية، وأن تحافظوا على وحدة وطنكم، وأن تكونوا السد المنيع أمام من يحاول أن يفرق بيننا. وأوعدكم بأني سأكون دائما الداعم والمساند والراعي لكم لتكونوا في الطليعة لقيادة هذه المسيرة الوطنية المباركة. فأنتم وما زلتم مبعث الرجاء ومعقد الأمل. أبنائي وبناتي، إن التطورات الهائلة والسريعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وبروز نشاطات اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة حالية قائمة عليها تتطلب منا الاستجابة السريعة لمواكبة هذه التطورات من خلال تطوير نظامنا التعليمي وتكريس الثقافة العلمية والإبداع والابتكار بين النشء في مجتمعنا وتوفير البيئة الملائمة والحاضنة لها. ويسعدني أن أعلن اليوم في هذه الاحتفالية عن إنشاء مركز الكويت للابتكار الوطني لدعم واحتضان ورعاية الشباب الكويتي من ذوي الابتكارات والاختراعات البناءة لتحويلها إلى مشاريع اقتصادية وتمكينهم من المساهمة في قيادة مسيرة التنمية لتحقيق الرؤية المستقبلية 2025-2030 والأهداف التنموية الوطنية لها. وقد وجهت الديوان الأميري بالاستعانة بالمؤسسات ذات الصلة بالبدء في إنشاء هذا المركز. وفقكم الله تعالى لكل ما فيه خير وخدمة وطننا العزيز ورفع رايته والإسهام في نهضته وتنميته وازدهاره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.